بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، طلاب الصف التاسع، معكم معلمة اللغة العربية انشراح السيد من أكاديمية مدارس وروضة رؤى الفاروق. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. طلابي الأعزاء، تعرفنا في دروس سابقة على العديد والكثير من دروس قواعد اللغة العربية. تعرفنا على الجملة الفعلية وركناها الأساسيان، وتعرفنا أيضا على الجملة الاسمية وركناها الأساسيان. وفي هذا اليوم سوف نتعرف على درس جديد من دروس النحو، ألا وهو كان وأخواتها. وقبل التعرف على كان وأخواتها، لابد أن نستذكر معا الجملة الاسمية. تذكر عزيزي الطالب ما يلي: الجملة الاسمية ركناها الأساسيان هما المبتدأ والخبر، والمبتدأ والخبر يكونان معا جملة مفيدة ويكونان دائما مرفوعان. نقول مثلا: الطالب متفوق. هذه الجملة هي جملة اسمية. لماذا قلنا جملة اسمية؟ لأنها تتكون من مبتدأ وخبر. الطالب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، متفوق خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. تأمل عزيزي الطالب الأمثلة الآتية. نقول: التلميذ مسرع ولكنه الآن أصبح بطيئا، فنقول: كان التلميذ مسرعا. ونقول أيضا: السمكة وحيدة ولكنها الآن أصبحت مع جماعة من الأسماك، فنقول: ليست السمكة وحيدة. ونقول أيضا: الولد سمين ولكنه مارس الرياضة فأصبح نحيفا، فنقول: صار الولد نحيفا. ماذا تلاحظ؟ إذن التلميذ مسرع، السمكة وحيدة، الولد سمين. نلاحظ بأن هذه الجمل هي جمل اسمية، فكل جملة منها تتكون من مبتدأ وخبر وهما مرفوعان، فالتلميذ والسمكة والولد مبتدآت، فنقول: مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ومسرع، وحيدة، سمين هي خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. ولكن دخلت على هذه الجمل الاسمية كان وأخواتها. دعونا نرى ماذا حدث للجمل الاسمية بعد دخول كان وأخواتها عليها. إذن نقول: كان التلميذ مسرعا، ليست السمكة وحيدة، صار الولد نحيفا. لاحظ عزيزي الطالب الكلمات التي دخلت على الجمل الاسمية: كان، ليس، صار. هذه الكلمات هي أفعال عند دخولها على الجمل الاسمية أحدثت تغييرا. دعونا نرى التغيير الذي أحدثته هذه الأفعال عند دخولها على الجملة الاسمية. دخلت كان على الجملة الأولى، فبقي المبتدأ التلميذ مرفوعا ونصبت الخبر مسرعا. دخلت ليس على الجملة الثانية، فبقي المبتدأ السمكة مرفوعا ونصبت الخبر وحيدة.
دخلت سارة على الجملة الثالثة، فبقي المبتدأ الولد مرفوعاً ونصبت الخبر نحيفاً. إذن كان، ليس، سارة، هذه الأفعال تحدث تغييراً في الجملة الإسمية، فتبقي المبتدأ مرفوعاً ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وتسمى أيضاً أفعالاً ناسخة لأنها تغير وتبدل في إعراب الجملة الإسمية. طلابي الأعزاء، دعونا الآن نتعرف على الفعل الناسخ ونعين اسمه وخبره من خلال الجملة الآتية. نقول: ظل محمد لاعباً. الفعل الناسخ ظل، اسم الفعل الناسخ محمد، خبر الفعل الناسخ لاعباً. إذن ظل فعل ماض ناقص مبني على الفتح من أخوات كان. محمد اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. لاعباً خبر ظل منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. لاحظ عزيزي الطالب، عندما أقول هذا فعل ناقص أي أنه ليس له فاعل، بمعنى أنه لا يتم معناه بمرفوعه فقط، بل يحتاج إلى منصوب بعده ليكمل معناه. إذن كان وأخواتها اسمها مرفوع وخبرها منصوب، فاسمها مرفوع وخبرها منصوب. نستنتج مما سبق ما يلي: أولاً، كان وأخواتها هي أفعال ناقصة ناسخة أي من النواسخ، تدخل على الجملة الإسمية، فتبقي المبتدأ مرفوعاً ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ثانياً، كان وأخواتها تسمى أفعالاً ناسخة لأنها تغير وتبدل في إعراب الجملة الإسمية. إذن أخوات كان هي أصبح، ليس، سار، أمس، ظل، بات، أضحى، ما زال، ما دام، ما برح، ما فتئ، من فك. هذه هي أخوات كان. طلابي الأعزاء، دعونا الآن نتعرف على علامات إعراب اسم الفعل الناسخ وخبره. فما هي علامات رفع اسم كان وأخواتها؟ وما هي علامات نصب خبر كان وأخواتها؟ نقول: ليس الأسد طليقاً. الأسد وطليقاً كل منهما يدل على مفرد. الأسد اسم ليس مرفوع، وعلامة الرفع هنا هي الضمة. طليقاً خبر ليس منصوب، وعلامة النصب هنا الفتح. إذن علامة رفع الاسم المفرد الضمة، وعلامة نصب الاسم المفرد الفتحة. أحسنتم. نقول أيضا: كان الأولاد سعداء. الأولاد وسعداء كل منهما تدل على جمع تكسير. الأولاد اسم كان مرفوع، علامة الرفع هنا الضمة. سعداء خبر كان منصوب، علامة النصب هنا هي الفتح. إذن علامة رفع جمع التكسير هي الضمة، وعلامة نصب جمع التكسير الفتحة. أحسنتم. ونقول أيضا: سارت السيارات مسرعات. السيارات ومسرعات كل منهما تدل على جمع مؤنث سالم.
السيارات اسم سارة مرفوع، علامة الرفع هنا هي الضمة، مسرعات خبر سارة منصوب، علامة النصب هنا هي الكسر. إذن علامة رفع جمع المؤنث السالم هي الضمة، وعلامة نصب جمع المؤنث السالم هي الكسرة. ونقول أيضا أصبح الصديقان متحابين. الصديقان متحابين كل منهما تدل على مثنى. الصديقان اسم أصبح مرفوع، علامة الرفع هنا هي الألف. متحابين خبر أصبح منصوب، علامة النصب هنا هي الياء. إذن علامة رفع المثنى هي الألف، وعلامة نصب المثنى هي الياء. ونقول أيضا بات اللاعبون مجتمعين. اللاعبون ومجتمعين كل منهما تدل على جمع مذكر سالم. اللاعبون اسم بات مرفوع، علامة الرفع هنا هي الواو. مجتمعين خبر بات منصوب، علامة النصب هنا هي الياء. إذن علامة رفع جمع المذكر السالم هي الواو، وعلامة نصب جمع المذكر السالم هي الياء. إذن نستنتج مما سبق ما يلي: علامات رفع اسم كان وأخواتها. أولاً، إذا كان اسم كان وأخواتها مفرداً أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالماً يرفع بالضمة. ثانياً، إذا كان اسم كان وأخواتها مثناً يرفع بالألف. ثالثاً، إذا كان اسم كان وأخواتها جمع مذكر سالماً يرفع بالواو. أما علامات نصب خبر كان وأخواتها هي: أولاً، إذا كان خبر كان وأخواتها مفرداً أو جمع تكسير ينصب بالفتح. ثانياً، إذا كان خبر كان وأخواتها جمع مؤنث سالماً ينصب بالكسر. ثالثاً، إذا كان خبر كان وأخواتها مثناً أو جمع مذكر سالماً ينصب بالياء. دعونا الآن نتعرف على معاني كان وأخواتها. تقسم كان وأخواتها إلى ثلاثة أقسام: تامة التصرف وناقصة التصرف وأفعال جامدة. طلابي الأعزاء، دعونا أولاً نتعرف على تامة التصرف. تامة التصرف أي تأتي في حالة الماضي والمضارع والأمر، وهي كان يكون كن، أصبح يصبح اصبح، أضحى يضحي اضحي، أمسى يمسي امسي، بات يبيت بت، ظل يظل ظل، سار يصير سر. أما ناقصة التصرف أي تأتي في حالة الماضي والمضارع فقط، وهي ما برح لا يبرح، من فك لا ينفك، ما زال لا يزال، ما فتئ لا يفتأ. أما الأفعال الجامدة هي التي لا تأتي إلا في حالة الماضي فقط، وهي ليس للنفي، ما دام للظرفية بمعنى مدة، أي بيان المدة. إذن ما دام فعل ناقص من أخواتي كان، إذا حذفنا منها ما تصبح فعلا تاما،
مكتفيا بمرفوعه دام يدوم، أي لا تصبح من أخوات كان. إذن معاني كان وأخواتها هي: كان تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي المطلق، أصبح تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر وقت الصباح، أمس تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر وقت المساء، أضحى تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر وقت الضحى، أما بات تفيد اتصاف المبتدأ بالخبر وقت الليل، أما سارة تفيد التحول والانتقال، أي تحول المبتدأ من حال إلى حال، وليس تفيد النفي، أما ظل فهي تفيد استمرار ملازمة الخبر للمبتدأ، ما دام تفيد الديمومة والاستمرار، أي استمرار ملازمة الخبر للمبتدأ، بيان المدة وتبدأ بما المصدرية، وهي شرط لعملها كفعل ناقص، أما ما زال، ما برح، ما فتئ، ما انفك، تفيد استمرار ملازمة الخبر للمبتدأ وتبدأ بما النافية وهي شرط لعملها كأفعال ناقصة. طلابي الأعزاء، ألقاكم في الحصة القادمة إن شاء الله. دمتم أحبتي بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.